وكالعادة بنبدأ مع حضراتكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لوفد يضم رؤساء ومسؤولي شركة ووهان للهندسة الصينية وشركة باليسترا الإيطالية اللي بيعملوا في مجال الأسمدة. خلال اللقاء شدد سيادته على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر والاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم. ده حقيقة جمانة، ويمكن فيما يخص بقى اجتماع مجلس الوزراء، لأن كان امبارح الأربعاء وعارفين ده موعد اجتماع مجلس الوزراء اللي انعقد في مدينة العالمين الجديدة، وكان بيرأسه الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء. اجتماع الأمس خلاله قال الدكتور مصطفى مدبولي أن تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة اللي بتشهدها البلاد حاليا وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة. خلونا نعرف تفاصيل وأخبار تانية من خلال هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد يضم رئيسي شركتي ووهان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العاملين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين. خلال اللقاء شدد سيادته على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي، وتم تبادل التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، داعين الله عز وجل أن يعدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، وقال مدبولي خلال الاجتماع أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة اللي بتشهدها حالياً، مع زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضاً على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية. وأكد رئيس الوزراء عقب التوقيع استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات اللي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات. امبارح نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف. تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والابتهالات والحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وأيضاً قدم النزلاء عدة فقرات إنشاد وابتهالات دينية. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اصدر قرار جمهوري بالعفو عن مجموعه من الصدر بحقهم احكام قضائيه، منهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وده وفقا للسلطات الدستوريه لرئيس الجمهوريه واستجابه لدعوه مجلس امناء الحوار الوطني والقوى السياسيه. صحيح يا عبد الصمد، وتقدم ايضا مجلس امناء الحوار الوطني بالشكر والتقدير لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها او في توقيتها، واللي بتؤكد مجددا ودائما على الثقه الكامله في حرص سياده الرئيس على توفير كل الاجواء الطيبه والايجابيه لنجاح الحوار الوطني بصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول اولويات العمل الوطني في المرحله الراهنه وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل. في خبر آخر أيضا، الأكاديمية الوطنية للتدريب نظمت لقاء لخريجيها حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اللي بتعمل على مساعدة الشركات الناشئة والغير هادفة للربح في تحقيق وتطوير المشروعات الخضراء اللي بتجمع بين التكنولوجيا
والحفاظ على البيئة. طبعا يا جمانة المبادرة دي هي مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة الذكية، وبيتم تنفيذها من خلال وضع خريطة على مستوى الجمهورية للمشروعات الخضراء اللي بتستهدف الحفاظ على البيئة. الأكاديمية الوطنية للتدريب نظمت لقاءً لخريجيها بمقرها وعبر منصتها الرقمية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. في بداية الندوة أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أهمية المبادرة التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول مبادرة من نوعها يتم تنفيذها بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقال السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت من أنجح المبادرات المشاركة في قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ، وحيث دائماً ما تطمح المبادرة إلى إعطاء الفرص لتنفيذ العديد من الأفكار القابلة للتطبيق ومساعدة الشركات الناشئة والغير هادفة للربح في تحقيق وتطوير المشروعات الخضراء التي تجمع بين التكنولوجيا والحفاظ على البيئة. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ويتم تنفيذها من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها طبقاً لأهداف التنمية المستدامة، وفي سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. نروح دلوقتي مع حضراتكم في جولة نتعرف فيها على الأخبار اللي بتحصل في محافظات الجمهورية المختلفة، لأن امبارح تم تدشين أول منصة لإدارة الطرق في محافظة بورسعيد، ودي بتستهدف رصد ومتابعة كل أعمال التطوير اللي بتحصل في شبكة الطرق بالمحافظة. كمان في قنا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قدم تمويلات ل 5414 مشروع، والمشروعات دي وفرت تقريباً 5920 فرصة عمل للشباب في المحافظة. ومن هنا خلينا نروح لمطروح، واللي تم استقبال 104 طائرة شارتر في مطار مرسى مطروح ومطار العلمين منذ بدء الموسم السياحي. أما في الغربية فتم تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على غير القادرين. تفاصيل أخرى من محافظات أخرى خلينا نعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بورسعيد تم تدشين أول منصة لإدارة الطرق، واللي بتضمن رصد ومتابعة كافة أعمال الطرق بنطاق المحافظة وربطها بالخطة الاستثمارية في إطار رفع كفاءة وتطوير شبكات الطرق المحلية والإقليمية للمحافظة. في قنا أعلنت المحافظة إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة نجح منذ بداية العام الجاري في ضخ وتمويل 5414 مشروع بتكلفة 106 مليون و 362 ألف جنيه. المشروعات دي وفرت 5920 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن توقيع الكشف الطبي على 228,559 مواطن على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة، وده خلال 20 يوم من إطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة. في مطروح استقبل مطار مرسى مطروح الدولي 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا، ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحي في نهاية مايو الماضي ل 104 طائرة شارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين. في أسيوط افتتحت المحافظة وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة أسيوط، وده في إطار خطة المحافظة لتوفير كل الخدمات وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
في المنوفية شهدت المحافظة بدء الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية 1,350,000,000 جنيه والمقامة على مساحة تزيد عن 29,000 متر. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريض ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقريتي كفر المحروقي وكافور بلشاي مركز كفر الزيات، وأيضاً قرية كوم عبود مركز بسيون وقرية ميت المخلص بمركز زفتة. في السويس أعلنت المحافظة عن وصول 13 معدة وسيارة جديدة لدعم منظومة النظافة وتحسين أداء العمل في مجال النظافة العامة والبيئة على مستوى الأحياء، وده بجانب الصيانة المستمرة للمعدات وتكثيف العمل في رفع القمامة والتراكمات أولاً بأول.